تمام. تمام. تعال بقى بتجيب كده عشان نتكلم. اتعرف حضرتك احمد محمد. طب ممكن تشرح لي الحاله اللي انت فيها؟ من سوان منصه. طب يعني ابوك شرح الوضع بتاع رجلك ولا الوضع ده؟ من بطاريتي الاخوان. الشرطه ده دخلت معاهم نقيب من العمليات الخاصه، بدل ما يضرب البطاريه بتاعت الاخوان ضربنا احنا، ضرب 6 انفار، كسر لواحد رجله، عصاه في وشه، فتح له وشه، وانا في اصابات في ظهري وفي رجلي. طب كان السبب ايه طيب؟ او سبب المشكله او الاختلاق بتاعك؟ السبب اللي لقينا ميكروباصين فيهم بطاريه جايبين كذلك خشوم ونازلين على المعتصمين عشان يفضوا الاعتصام، مستأجرين من الجماعة التليخون المسلمين. مستأجرين. طيب احنا عندك في اي حاجة؟ انا هقدم ان شاء الله بلاغ بإذن الله، وانا ببلغ اهو على لساني، انا من سوار هنا المنصة، ابلغ مجلس الدولة بالنقيب بتاع عمليات الخاصة اللي هو يصيبه بلطجة كده، عشان المفروض الشرطة في خدمة الشعب، مش اللي بهدلت الشعب، لخدمة الشعب. يعني في بلطجية جاية المفروض يقف معانا، احنا واقفين، احنا مش بلطجية، احنا واقفين سلميين، احنا بنطلب مطالبنا سلميين بس، لكن ولا ماسكين كازلك ولا سلاح ولا اي حاجة، لكن المفروض يقف معانا احنا، مش يقف مع البلطجية. اسم حضرتك احمد محمد. هي زعلانة على الكلام اللي اتقال لها، الإهانة والسفالة اللي اتقال لها. رحت هناك لقيتهم ماسكين البلطجية دول وعمال يضربوا فيهم، قلت يشكروا. أول ما لقيت دوت واحد عمل كذا 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 ما حسيتش نفسي، وأنا مسكت عصاية ورحت شربت الولد. شيء طبيعي جدا 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 من اي واحد مصري، حتى لو كانت عنده كرامه، اللي هو يدافع عن بنت مصريه. وكمان البنت دي لو كانت مننا بتبقى اصعب. لقيتهم راحوا ضربني بالشوكه فوق دماغي. مين يا شوكه؟ مين الضابط؟ الضباط. اول واحد ضابط ما اعرفش شكله، الاولاني اللي ضربني فوق دماغي، اول واحد ما اعرفش شكله، اول واحد انا ما اعرفش شكله. ثواني بس يا جماعه. قلت خلاص اوكي، ده شيء طبيعي، ضربني خلاص الموضوع انتهى. لقيته بعد كده بيقول لي ايه؟ هات اهو، هات بيقول لي ايه؟ انت قابض، انت واقف هنا عشان قابض، انت بتاخد فلوس عشان يحموا بلده. اهو ادي راجل تاني رجله مكسور اهو معانا. مايك كمان اهو، تعالى انت كده بقى. عشان احنا واقفين مع الشرطة هما الجيش. يا بابا يا حرام، وشك حرام، بتلعب ازاي يا زعمت يا بطنطوعية وكام؟ وشك حرام، بتلعب ازاي يا زعمت يا بطنطوعية وكام؟ وشك حرام، شرطة نظام طول عمرها، بتلعب ازاي شرطة نظام طول عمرها؟ يا شرطة يا شرطة مفترين يا جبارين Come on.